مرحبا يو جايز. بالفيديو اليوم انا كثير محمسه لانه فاني اليوم رح كون عم شارك معكم ماي فيفرت ميك اب برودكتس انا جربتهم بال 2021، يعني ذا بيست اوف ذا بيست اللي هن البرودكتس بالنسبه لي بيحرزوا كل اللي رمصياتكم، وبنصحكم اليوم قبل بكره تجربوا لهول البرودكتس. بس قبل ما بلش احكي لكم عن الار برودكتس بعقده، اذا انتم جديد لكم مرحبا ويا اهلا وسهلا فيكم. انا اسمي ريبيكا، انا حدا كثير بحب الميك اب ملون، مع انه ميك اب تبعي اليوم مش كثير ملون، بس انا بحب اعلمكم تعرفوا تعملوا الميك اب تبعكم اهين اسرع برودكتس او جاري فوتكم الالمين على حياتكم على الميك اب تبعكم. قبل ما نبلش نحكي عن some really good products ما بديكم تنسوا تعملوا لايك كومنت اند سبسكرايب، دوا جرس هون حتى كمان سبسكرايب لما تقفلوا الفيديو لانه نطلع لكم 2 فيديوز بير ويك. سو على السريع ميك اب على وجهي if it's not looking good الفيديو راح يطلع من بعد هذا you're gonna know why. رح احط لكم بخانه المعلومات تحت كل شيء حطيته على وجهي، كل شيء استعملته ان ذا فيديو. بس قبل ما يطلع هذاك الفيديو غيرت البرودكت لانه اي هيت ذا وان اللي انا استعملتهم. لي اونلي تشينج عملته على الميك اب اللي صورته هو انه استعملت ماي فيفرت بلاينر ايفر اللي هو من سان جيرمان اسمه بيراكا ووش شيد، اند اون توب اوف ات عبيت شفافه بي روبي روز فيلز ليب كريم اللي هو شيد 362. بس all the other products رح بتشوفون بالفيديو اللي رح يطلع next if they are not looking the best please be nice رح تعرفوا بالفيديو الجاي ليش my makeup is looking like that ورح وقعد لي. Anyway, I have a lot of products. رح اترك دل products للآخر. رح بلش منكم randomly اسحب products من الباسكت اللي قدامي واحكيكم عن جد some products. في منهم قصص جربتهم لأول مرة بال 2021، في منهم rediscovery بال 2021، يعني أنا I did fall in love وعرفت قيمتهم لهول product بال 2021. Sorry. Let's start. أول شيء كفيس برايمر روبي روز سكين بريب هايدريتينج برايمر is one of the best primers أنا مجربته. هيدا دوب ل ميلك هايدروجريب برايمر عندي هون اثنيناتهم. في دوبس فيديو that's coming بعد نصل لي ما جيب جارب كل البرودكت سايد باي سايد اتأكد انه هني complete dupe وطلع فيه بالعالم تحت العالم تشوف اذا في شي فرق. بس هيدا I have both ولح فرجيكم يوم بعد هيدا الفيديو نص بنص. هيدا دوب لميلك هايدروجريب برايمر and it's such a good primer. وبالنسبة لسعره الكوانتيتي اللي فيه كتير بنصحكم فيه. هيدا اذا انتم عندكم كتير pores ما لح عبيلكم pores بس لح بيساعد انه يكون شوي عندكم blurring ولح بيكون في عندكم sticky layer مع hydration حتى الفاونديشن يضاين للماكسيموم on top of this one. As foundations هيدا product رح اسكر لكم product انا اشتريته او وصل لي لانه بحب يكون عندي هيدا المصداقية. This one I did buy it myself. كمان this one بدي احكي لكم عنه as foundation I did buy it myself. انا personally بحب القصص يلي هني light to medium coverage. ما عندي مشكل بالfull coverage foundations وقت يكون عندي مناسبة او بدي اتصور او هول قصص. بس in real life أنا بحب كتير tinted primers, BB creams and stuff like that. حبيت جرب من essence hello good stuff tinted beauty cream shade 10 in light. I absolutely love this one. So أنا هيدا من القصص اللي في أمرغم بإيدي في أمرغم بالبراش. ما بنصحكم إن كنتم مرغوب بسبونش وات سبونج رح تاخذ كتير من الكفرج تبعه and this is barely their coverage. This is your skin but better and I absolutely love this one وماني ندمانة أبدا إنه جربته. كتير كتير حبيته وكتير بنصح فيه. إذا أنتم من الأشخاص اللي بتحبوا light and very light coverage you can build it بالمطارح. يعني أنا وقتها يكون عندي روزيشا مبينة واضحة I can build it بالمطارح أنا بدي إياها and does look nice but keep in mind إنه it's your skin but better look. Product وصل لي هو rediscovery أنا هيدا كان عندي إياه and I finished it بال 2019 I think يلي هو الميبلين Fit Me Foundation. أنا رجع بعتولي الكونسيلر فاونديشن and powder and hand tint رح بتشوفهم ثلاثتهم لأنه they are rediscovery for me لأنه رجعت انغرمت بهيدا الفاونديشن. It was my go to أنا عندي oily to combination skin so هيدا perfect for oily to combination skin. عندي shade 115 in ivory it is the perfect match بالنسبة لإذا foundation by the way اليوم بيان منه كتير matching رح تعرفوا بفيديو الجاي ليش. This is matte and poreless. عن جد من أحلى الفاونديشنز اللي أنتم عندكم oily to combination skin. Get it and thank me later. I'm so happy إنه رجع بعتوا لي كحلة وحمرة يعني ميبلين تبع لبنان. And feel 22. I'm so blessed to retry this foundation لأنه I did fall in love with it again. Still
احلى فاونديشن عندي هو الفاونديشن ذكرته السنه الماضيه، حط لكم بزيت سكريم وبخانه المعلومات تحت الفيفورت تبع 2001 تبع 2020 ستيل ستاند باي افري برودكت ذكرته بقلب هيداك الفيديو، بس هيدول البرودكت بال 2021 يلي انا حبيتهم اكثر شيء. As concealers I have concealers are my favorite concealer ever. So بال 2020 ذكرت لكم concealer انا اكثر واحد حبيته. This is by far the best concealer انا مجربته بكل حياتي، يعني احلى concealer. كان عندي من الفورمار perfect coverage liquid concealer يلي هو كان احلى concealer عندي، كان عندي شيد 002. هيدا حل محله وهيدا احلى منه. اللي عم بحكي عنه هو من روبي روز يلي اسمه 2 ان 1 ستيك كونسيلر كود كونسيلر شيد. اكزاكتلي اللي عم بحكي عنه هو ماي بيرفكت ماتش اللي هو شيد بيج 3. سو ذا بارت اللي هو ميد فوق اللي هو ذا ستيك كونسيلر ما انه عاطل اكن سبوت كونسيل، بس الميلي اللي سرقت لي قلبي هو الميلي الليكويد كونسيلر. هيدا اكثر كونسيلر رقيق، يعني التكستشر تبعه رقيقه، بتحس كانك مش حاطين شيء، بس the fullest coverage وبنفس الوقت hydration مش طبيعي. so أنا عندي very dry under eyes. I have oily lids and dry under eyes. بعقد كتير عالم اشتروا من وراي وكتير عالم حبوا. أنا I'm so happy وقت اسمع إنه عم بيحبوا قد ما أنا عم بحبوا. I love it. بدكم تعرفوا تجيبوا the perfect match تبعكم. هيدا it was sent my way من روبي روز. أنا I'm very thankful إنه بعتوا لي، لأنه أنا personally ما كنت لحجربه، لأنه وقت بيجي في عندي stick concealer بعتبره دغري انه it's something dry. It's not dry, it's creamy, بس the liquid part is amazing. already ذكرت لكم انه rediscovery بالنسبة لي and I did fall in love again بهذا البرودكت يلي هو Maybelline Fit Me Concealer shade number 10. كان عندي shade 10. I've tried 10, 15 and 20. 15 هو افتح من 10. keep that in mind. so ما تفكروا انه بيجوا بالتسلسل. اخر واحد خلصته من عندي كان شيت 15، كان فاتح شوي علي، بس هالمره بعثوا لي شيت 10 اند شيت 20. سو فتحت شيت 10 انا اي ابسولوت لاف ات. انا ام فيري ثانكفول انه بعثوا لي، لانه ذس از ا كونسيلر فور افري داي. وقت بدي شيء خفيف نظيف نايمه بشرتي مرتاحه عندي دراي اندر ايز، هيدا كثير رقيق ما بفوت بالخطوط الرفيعه. انا اي ابسولوتلي لاف ات فور ذات. اس باودرز صراحه فيس باودر it's the only one اللي هي rediscovery اللي هي الميبلين fit me powder. again هيدا انا وصلت له هي والرينج تبع الفيت مي كلها من ميبلين كحلي حمراء ومن فيل 22. انا سو هابي لانه هيدا الباودر للايام يلي فيها شوب. اذا عندكم oily skin oily combination skin set your base with this powder and forget it، لانه مينيموم تزييت رح بيكون وقت تثبته، بلس وقت استعمل على fluffy powder brush buffing it all over my face it does look really nice. وما بتبين لي انه انا ما بتعلق على dry patches. الفاونديشن كمان ما بيعلق على dry patches and I absolutely love this powder لهيدا السبب. under eye powder انا جربتها بال 2020 بس I did appreciate having this powder وقدرت كل مرة استعملتها بال 2021 يلي هي the one كان عنديها بالبروجكت بان 2021 عنديها هلا بالبروجكت بان 2021. صحت لكم الانترو تبع بروجكت بان 2021 بزيت سكرين بخانة المعلومات تحت. عم بحكي عن the one and only يلي اذا بتحضروني you already know قد بحب الفانس ماسك ماتوس باودر من جوسي بيوتي. ما تفكروا انه عم تستعملوا باودر صغيره يعني ما رح تكفيكم. هيدي كانت عم بستعملها almost every single day بال 2021 وبعد ما خلصت بتعقد. السموزنس بتعطيها تحت العيون باي طريقه بتثبت لكم تحت العيون. I didn't use it اليوم مع اي كونسيلر that I absolutely hate. My under eyes من ورا هيدي الباودر they does look somehow decent. بس حضر الفيديو اللي جاي رح تعرفوا شو قصدي. As a glowy powder اكتشفت هيدي السنة finally جربت ال NYX High Gloss Finishing Powder يلي هي شيد ميديوم. This is a glowy powder and I love glowy powders. يعني أنا هلا هيدا الميك اب يلي لبعيد بين بقرف عليكم بين صغا. إذا بستعمل a glowy powder on top رح يعطيني the filter effect. هيدي بتعطيني the filter effect. عم بحكي عنها هيدي مش موجودة بلبنان، برات لبنان موجودة. If you can grab this one في منها light, medium and deep. أو dark. يعني ثلاثة شيدز. نقوا الشيد يلي بيزبط أكتر شي عليكم. وإذا أنتوا بتحبوا the glowy finish يلي هي كأنه أنتوا you're glowing from within من جوا لبرا رح بتحبوها كتير. إذا كمان you cannot get NYX وحابين تجربوا شي على نسقة it's not favorite as هيدي، يعني هيدي بحبها أكتر بأشواط. فيكم تجربوا من بوهو التراكوتا baked powder
it's almost the same بس هيدي بحبها كتير أكتر من the boho one. بس عم بعطيكم خيار in case انتو عايشين بلبنان وما كفيكم تجيبوا نيكس أو بتلاقوا نيكس شوي كتير غالية بالوقت الحالي على فرق الدولار على الليرة اللبنانية. As blush اللي حضر الفيديو هي فيديو ما بعرف بس في فيديو ذكرت لكم هيدول الثلاثة products. ايه استعملت عملت full face of makeup using some new products. حكيتكم على الأسنس لمن سبلاش اللي هو طلع لي بالأنبوكسينج تبع الأدفنت كالندر تبع أسنس. إن كيس ما بقى تساع زاويت سكرين رح تقول لكم إياه بخانة المعلومات تحت. هيدا لمن سبلاش هيدا أحلى بلاش أنا مجربته بحياتي. أنا ماني مجربة من أسنس لمن سبلاش، مجربة كذا بلاشز عادية، في عندهم ذا مات وان، في عندهم ذا ساتن وان، كلهم حلوين بس لمن سبلاش من أسنس هيدا ليمتد إديشن. بعتذر انه يمكن ما فيكم تلاقوه، انا عندي من ورا لانه جبته بالادفنت كالندر تبع اسنس بعقد. ذا نيكست وان انا اشتريت ان كيس يو دينت نو، وهيدا انا اشتريته لانه اشتريت ذا ادفنت كالندر. ما في خبركم قد ايه مبسوطه لانه اي ديد تراي ذس وان، وهيدا هو كان البلاش اوف تريس اللي كنت عم استعمله افري سينجل داي. كنت انا بدي اعمل ميك اب تبعي مش رح تصور لكم ان ريل لايف، وهيدا هو البلاش اللي قررت حطه بالبروجكت بان 2022 لانه it's such a great blush. اذا انتم بلبنان and you wanna try a liquid blush، هيدي السنه هي كانت فوعة الليكويد and lip cheek tints. So انا as a blush liquid blush I did try وصل لي as a gift with purchase من بيجو هيدا الأميلي liquid blush. هذا بيجي بينباع in set of 4. هي بعتت لي this one لحاله يلي هو shade 4 بس انه بينباعه 1 2 3 4 in a pack مع بعضهم. إذا أنتوا بتحبوا liquid creamy blushes okay and you wanna try something that's really nice كتير حلو كتير مصحكم فيه وكتير affordable أربعتهم مع بعضهم، بس لأن أنا I have a lot كرمال هيك قلت لحالي ما لح اشتري set، وكتير انبسطت انه بعثت لي هيدا لانه هيدا الكواليتي تبع هيدا الليكويد بلاش كتير هملته ريسنتلي لانه عم جرب غير برودكتس لانه كنت عم ركز على البرودكتس تبع بروجكت بان كرمال خلصهم ونشوف فيهم بروجرس السنه الماضيه بال 2021. سو ذاتس واي هملته. بس انا اليوم انا عم بطلع على البرودكتس عن جد هيدا من القصص يلي قلت عن جد كتير حبيته. اي هاف سام وير بالبيت ما بعرف اذا هون ما بعرف اذا عند اهلي ما بعرف اذا بالمطرح اللي نحن عم نقعد فيه على الساحل في ورقتين محطوط عليهم الفيفورت برودكتس كميك اب كبيوتي ضيعتهم للوراق. So I did try my best تأتذكر شو هن القصص اللي مقيدتهم وهيدا من القصص اللي مقيدتهم. So يمكن أذكر لكم شيء أنا مجربته بال 2020 مش 2021. So you know إذا كان في شيء غلط. As bronzer رح بلشكم بالكريمي bronzer. هيدا مكتوب عليه من إيف موريل contouring stick lift and sculpt عندي شيت 802. so هذا البرودكت actually it's a liquid bronzer بالنسبة لي مش liquid it's a creamy bronzer مش creamy contour. هذا الشيت تبعه لأنه بيجي more on the warm side. أنا بستعمل contour تكون more on the cool side. بس ما في خبركم قد ايه هذا البرودكت بيحس. كل مرة أنا بدي شيء على السريع بدي شيء حلو I use this one مع brush مشطوبة من Real Techniques and does look amazing. وهذا كتير 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 affordable and Yves Morel is a Lebanese brand in case بدكم جربوا. وهذا وصلي for free I think هذا وصلي for free من Zet Stores ومن Yves Morel. كمان من Ruby Rose وصلت لي هيدي البالت يلي اسمها Contour and Sculpt Palette عندي اياها the light one. في منها light and deep. أنا مجربة the light. The deep one عطيتها لحدا لأنه أنا I cannot use it. So أول شيء تنحكي بصراحة هيدا الشيد بستعمله and it is perfect for cream contour. هيدا الشيد of highlighter it's super nice. هيدا إذا بدي أعمل correcting لتحت عيوني بالأيام يلي أنا بدي أستعمل أنا يوش لو استعملتها اليوم مع الكنسيلر السوبر فاشل استعملته. بس it's really nice as creamy product نصها كريم نصها powders. اللي خليني اذكرها لهيدا الباليت بقلب هيدا الفيديو هو هيدا الهايلايتر. It's one of the best highlighters and the poppy highlighters واللي ببين كأنه ببين from outer space. هيدا الهايلايتر بعقد. So إذا أنتم عم تنبشوا على باليت فيها creamy and powder products هيدا من الباليت يلي بقلكم رم don't work together لأنه the powder products are nice, the creamy products are nice and the powder highlighter on another level. وعلى سيرة بما أنه نحن بعدنا بال
كريمي برودكتس اند برونزرز، كنا عم نحكي عن برونزرز، بس كل يكون هيدا البرونزر من استرا. هلا رح تطلع عليه مزبوط وتشوفوا انه مكتوب عليه مات اند لايت افكت بلاش اكسبرت سكالب. انا عندي شيد نمبر 2، شيد نمبر 2 ما في استعمله از بلاش، سو بستعمله از اي برونزر. البرونزر يلي فيه اند ذس هايلايتر بيعقده، هيدا بتلاقوه عند بيجو. نفس البيج اللي بعثت لي ذس وان از ا جيفت، هيدا انا اشتريته بمصرياتي از اي هايلايتر. ذكرت لكم بالورست برودكتس راف كوزماتكس كومباكت باودرز، ذكرت لكم انه منهم ذا ورست باودرز فيكم تستعملون از برونزرز، بس منهم ماي فيفورت. You can make them work. I have them on my face today. إذا بتطلعوا بخانة المعلومات تحت. وذكرت لكم انه keep your eyes open، لانه بالفيفورت برودكتس رح احكيكم عن برودكت هبلني من راف كوزماتكس. راف كوزماتكس هي لبنانيز براند، نحن لازم نشجع الصناعة اللبنانية حتى يستمروا سبيشلي بهيدي الظروف. إذا بدكم تجربوا one product من راف كوزماتكس روحوا اركضوا جيبوا راف كوزماتكس هايلايتر. إذا أنتم عندكم سكين تون قريبة من تبعي جيبوا شيد 702 اللي هو الشيد اللي أنا عندي إياه. إذا بتطلعوا بهذا الهايلايتر رح بتلاقوه very boring. It's not boring. بيعقد بيعقد بيعقد، ما رح أقول أكثر من هيك. definitely هيدا من البرودكتس اللي بنصحكم تجربون. It's super affordable مش شوي. And Rev Cosmetics is a Lebanese brand. As brow products في عندي two products ما بظن حدا رح يتفاجئ وقت احكي عنهم. اول واحد هو الالياك ايبرو سوب، هيدا نيو وان انا لانه مخلصه منها تو سو فار، وهيدا انا وصل لي اي ثينك عطول تبعت لي منه. انا اي ديد باي ات وانس اوكي سو بيعقد بيعقد بيعقد، اتس وان اوف ذا بيست. سو هيدا براند نيو لانه بالبروجكت بان 2021 اخر شيء اي ديد يوز اب تاني، سو هيدا بعده براند نيو. ما عم بستعمله لانه ريسنتلي كنت عم بعمل تيستينج لهيدا البرودكت انا ام بلون اواي بالروبي روز فول براو جل، عندي شيد لايت. سو هيدا انا عندي حواجب كتير خفيف وكتير فيهم فراغات، وانا يوجلي شعرات حواجبي بقشطه بالطبيعه، بدي شيء يكون الهول تبعه قويه حتى يثبت حواجبي كل نهار. هيدا اول شيء بقطع بشعرات حواجبي بعدين بمشط حواجبي، انا بدي اياهم بسلتين كل نهار instantly. وكل مره بجربه معكم فيكم تشوفوا بالعين مجرد قديش بيعبي لي حواجبي بطريقه خياليه، والهول تبعه بتعقد. It does make your brows look full and I love it. وكل اللي عم يشتروا من وراي they are blown away with it and I'm super happy بهيدول الفيدباكس. As a for the eyes رح بلش احكيكم اول شيء عن product that was a rediscovery. هذا برودكت مني جايبته هلا، هيدا جايبته بال 2017 او 2018 وكنت استعمله for one purpose، هدف واحد يلي هو اي جليتر برايمر مثل ما اسمه يلي هو نيكس جليتر برايمر. ما بذكر مين حضرته على يوتيوب من امريكا كانت عم تستعمله از اي شيمر برايمر، وقت بدها الشيمر تبعها الخفيف يكون popping او وقت بدها الشيمر تبعها يكون popping للماكسيموم، وجربته وهيدا ما بيفرقني. يعني انا ان شاء الله بدي اخذ معي 5 برودكتس، هيدا بيكون السادس اذا اخذ معي اي شادو بدي اياهم، لانه انا وقتها بدي يكون فجاه بدي اعمل ميك اب قوي، فجاه بدي اقوي الشمر. اذا عم استعمل شمر منه قوي هيدا از اي لايف سيفر. اذا بنصحكم ببرودكت واحد تجيبوه من برا وبقلكم بيحرس كل ليره، جيبوا نيكس جليتر برايمر. از جليتر برايمر انا كثير بحب استعمل جليتر، في عالم بعرف انه ما بيطيقوا الجليتر، بس جربوا هيدا تحت الجليتر تبع تحت الشمر تبعكم وقولوا لي شو رايكم، لانه النتيجه من هون بينتقل الجليتر لفوق لفوق، مش الجليتر الشمر بينتقل من هون لسوبر مستوى عالي وبصير popping like no other. وكله من ورا هيدا، منو ستيكي منو مزعج مع الجلترز بيعقد، ما بيصير عندكم فول اوت حتى لو عم تستعملوا شيمرز فيهم كثير فول اوت، لو جلتر فيهم فول اوت سو اتس اي بلس لهيدا البرودكت. اي شادو باليت فاجأتني بس منا جديدة ابدا، هي باليت انا صراحة كل مرة كنت بدي اعمل اوردر من عند كولر بوب كانت ناطرة ترجع ان ستوك، وما كانت ان ستوك كانت على طول ببالي، اند باي سربرايز وصلت لي ان فروم بيج، رح احط لكم البيج بخانة المعلومات تحت اللي هي كي تي بيوتي، انا رح احط لكم بجو بيج كل البيجز اللي فيه اشكر لكم اياها، رح احط لكم اياهم بخانة المعلومات تحت. كنت حبي كتير وكنت سامعة the best reviews عن 2 palettes من Colourpop، كان عطول بدي اياهم، كان عطول one of them او اثنيناتهم مش موجودين بستوك، سو كرمال هيك ما كنت اعمل order من Colourpop، and suddenly هيدي وصلت لي from a page اللي هي yes please from Colourpop. سو رح افتح لكم palette، عم بحكي عن palette neutral with a pop of yellow.
بتعقد بتعقد. يلو احلى يلو انا مجربته، ما بيبرم على اورنج. يوجوالي اليلوز تبعي اللي انا مجربتهم بيضربوا اكثر على اورنج، مثل ما انتم شايفينه بالبان رح يطلعوا سوبر بيجمنتد. البراونز اللي فيها، الشيمرز اللي فيها اي لاف. اللي مجرب كواليتي تبع كولر باب بيعرف انه عندهم كواليتي واو، وعندهم كواليتي نوت باد. This is the good, 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 wow quality, and I love it. لحط لكم البيج بيخانت معنا تحت in case you wanna try it. يعني this shade يلي هو فاتح هيبين عيونكم. Everything will show, and you can make so much looks بهيدول لأنه عندكم ألوان فاتحين، ألوان غامقين، shimmers and a pop of yellow and a gold and a copper. كتير حلو، كتير بنصحكم فيها. And the last two eye products قبل ما ننتقل للليب برودكتس بدي اقول عنهم، هو اول شيء روبي روز شاين جليتر لاينر نمبر 3. سو هيدا بالتحديد اول شيء كل الجليتر لاينرز من روبي روز بعقده، هيدا وصل لي فور فري من روبي روز. اول شيء اللي مجرب الميتاليك شو اسمه من اربن ديكي، ذس از اي دوب لالو، ذاتس فيري افوردبل. اكيد هدوليك تبع اربن ديكي عندهم شيدز كثير اكثر من هيدا، بس بديل لألو you can try these ones من روبي روز. أول شيء ليكو البرش الدايشة سوبر رفيعة، so you can be very precise انتو عم ترسمو. كلهم حبيتهم، جربتهم كلهم، بس أكتر واحد استعملته فيكم تشوفوا قديش مستعمل منه، مستعمل منه كمية كتير حرزانة، هو شيء نمبر 3. It's a duochrome that's nice. شيء تو كتير بحبه كمان، بس أكتر واحد literally أنا مستعملته وبيروح مع كتير لوكس فيكن تعملون، especially إذا بتحبوا something that's neutral جيبوا shade number 3, you're gonna love it. بس حيالا لون بتنقوا أو بتفكروا تجيبوه you're gonna be very satisfied. وآخر شي بحكيكم عن the best ماسكارا أنا مجربتها بيل 2021 يلي هي كمان وصلت لي من روبي روز، اسمها Tropico Volume Extension Mascara. سو أنا عندي رموش بالعادة بيقشته. هيدي الماسكارا and the falsies lash lift mascara، falsies lash lift mascara جربتها بآخر 2020 سو ما حطيتها، بس it's a very good mascara إذا عم تنبشوا على شي. and this one بتاعت هيدي تو كوتس منها اللفتة اللي بتعطيكم إياها. بعدني بحب أكتر الأسنس I Heart Extreme Crazy Volume Mascara، بس this one is really nice and combining these two الأسنس وهيدي you'll get a very beautiful effect. وكل عالم رح تسألكم شو حطي على رموشكم، لأنه كل مرة بستعمل هالاثنين in my real life بياخد كتير 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 أسئلة شو مستعملة على أحواجي. هلا for the lip product أول شي رح بلش لكم بي روبي روز فيلز الليب جليس شيد 78. سو انا عندي اي سواتش فيديو لهيدا، هوبفلي يكون بعد بيساوي زيت سكرين، رح جرب سيارة لكم اياه. رح بتشوفون كلهم ان اكشن. شيد 78 اتس اي بيوتيفول شيد. هلا انا ان ريل لايف اي واز يوزينج ات معكم، ما كثير استعملته. اذا بتحبوا ذا جلوسي ليبس الفول اون كلرز رح كثير تحبوا هيدا. الكواليتي الضيان تبعهم بالنسبه لبرودكت هيك كثير حلوه، والشيدز الكواليتي تبعهم بتعقد. فور ذا مات ليب لوفرز كثير بنصحكم تجربوا من جوسي بيوتي فيك مات بوسني شيد 304. سو انا هيدا الشيد جبته لانه اتس ماي مامز فيفورت. كل مره كنت استحي شو حاطه على شفافها، بعرف اي ليب لاينر تشي تستعمل، كنت قلي حاطه معه هيدا. سو اخر شيء قلت لحالي خليني اشتري، عملت اوردر عند جوسي بيوتي حتى انا ادفع حقه. They did figure out انه انا عملت اوردر عندهم سو ما خلوني ادفع حقه، بس تكنيكلي انا كنت عم بشتري مصريات. انا I wanted to try this one so bad. من اريح ليكويد ليبستكس، منه ليب كريم ومنه ليكويد ليبستك، يعني بشيلكم اللايف من شفافكم بصيروا سوبر دراي. بتعقد الكواليتي تبعه، اللون بيعقد، وضيانهم بالنسبه لقديش انه مريح كثير حلو، وكثير بنصحكم فيهم. بعرف من كثير عالم انه جربوا ذا اذر شيدز اند كثير حبوهم. سو هدول ما في خبركم قديش عن جد عم باخذ فيدباكس قديش العالم عم بتحبهم. كمان اذا بتحبوا اي ليكويد ليبستك بدكم تجربوا شيء احمر مش عارفين شو تجيبوا، من كمان جوسي بيوتي المادموازيل ليكويد ليبستيك شيد F14. هيدا كمان انا كنت اشتري بالاوردر اللي غير اوردر قبله باوردر. عرفوا جوسي بيوتي كمان انا عم بعمل اوردر، سو they did not let me pay for my order، بس انا كنت عم بشتري احلى مات ريد ليكويد ليبستيك بنصحكم فيه، بنصحكم تجربوه. ما بقى في عندي محل حد يحسي على الاوراق شو عم سيون. anyway وبنوصل للبرودكت اللي انا حطيته على شفافي that I absolutely love. I'm a big fan وبموت بالليب كريمز. NYX مات ليب كريمز كانوا كتير حبون سنة الماضي، ذكرت لكم من سان جيرمان يلي اسمهم ميجا لاست، قلت لكم قديش بحبون لانه شعورهم مثل ال NYX soft matte creams ليب كريمز.
كمان هيدا نفس الشيء هو اللي هلا انا حطته على شفافي مع البلاينر من سان جيرمان اللي هو الفيلز ليب كريم شيد 362. اي لاف ات، ما حمش حسي انه شيء، بالعكس شفافي مرطبين، شفافي بعقده. اند ذس وان از سوبر دوبر نايس. بضل عندي اخر شيء ثلاثه كلير البلوس. رح احكيكم عن واحد اذا ما بتقدر تلاقوه او تلاقوه غالي لحط لكم بديل لإله، والثالث اذا انتم عايشين برات لبنان اركضوا وجيبوه. اول واحد رح بلش عنه هو من اخر برودكتس انا اشتريتهم بال 2020، سو جربته باخر كم يوم من 2020، بس بال 2021 هو عن جد I was blown with Essence Shine 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 Wet Look Lip Gloss Shade 1 in Behind the Scenes. So هيدا مش بعقد بسطر، بتسمعوا كل العالم عم يحكوا عنه لأنه It's that good. It's that good. هني غيروا اسمه لما صاروا كل البرودكتس تبع Essence Vegan، بس بعدهم حسب ما قالوا نفس الفورميلا، بس أنا عندي Shine Shine Shine. تاني اللي هو الجلاس ما بعرف شو صار اسمه، عم بيقولوا انه نفس الشيء، في عندهم شيد 1 هو كمان اسمه بعده behind the scenes. بديل لقاله اذا انتم مش قادرين تجيبوا الاسنس او بدكم تجربوا وتشجعوا البانيز براند، الاسنس شان 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 انا اشتريته، الفيلز انا اشتريته اوكي ميري بيروز اللي حطته على شفافي. هيدا البرودكت وصلي فور فري، انا ام سو هابي انه وصلي فور فري، اللي هو ايف موريل ليب جلوس شيد 20 اللي هو كلير 1. بالنسبة لكلير ليب جلوس اتس اميزنج، اولموست نفس الكواليتي تبع اسنس والضيان واللمعة وكل شيء وارخص. سو حبيت فرجيكم لانه اثنيناتهم كانوا وقعتوا على الارض انا عم حطه. anyway اثنيناتهم كانوا بالفيفورتس، عن جد مش عارفة شو نقي، فقلت بحط لكم الاثنين. اللي بحب يشتري اسنس او اسنس متوفرة عنده اذا منكم بلبنان جربوه، اذا كنتوا بلبنان انا بوقع كل شيء وبترككم الفيديوز باي ذا واي. انا اضحك لانه nobody is perfect. اذا بتحبوا تجيبوا اسنس اتس جود، اذا بتحبوا تجيبوا ايف موريل اتس جود وارخص. اند لاست برودكت هو من اخر قصص انا جربتهم لانه طلع لي بالادفنت كالندر تبع اسنس، هو ذس وان اللي اسمه جوسي بامب تشايني ليب جلوس شيد 1 ان براود بيتايا. سو هيدا الباكجينج تبعه اللي شايفينه قدامكم اتس ليميتد اديشن للادفنت كالندر، بس هيدا منه ليميتد اديشن، هيدا موجود بالكولكشن تبع اسنس اذا انتم برات لبنان حقه $2. جت ريحته بتعقد. قبل ما اجرب هيدا كنت بدي احط لكم من روبي روز اللي بسمينهم ليكويد ليب بام او هيك شيء، اي ثينك بسمينهم هيك، كثير منيح. بس جربت هيدا نسيت تبع روبي روز وبطلت استعمله قد ما عم بحب هيدا وعم استعمله. اتس ون اوف ذا بيست، وانا بيرسونلي بحب الليب جلوس، بحب هول القصص. واذا انتم بتحبوا هدول كثير 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 بنصحكم تجربوا، مش شوي سبيشال اذا عايشين برات لبنان، لانه اللي جابوه على لبنان حدا بعث لي this one is not available anymore it's sold out، بس if you can find it عايشين برات لبنان run don't walk. anyway هذا الفيديو كان شوي كتير طويل، بس حبيت احكي لكم عن جد بكل كاتيجوري بالميك اب شن احلى برودكتس انا جربتهم. كنت حب اسكر لكم اي اي شادو ذاتس كولورفل، بس صراحه وقت كنت عم طلع على الكولورفل اي شادوز اللي جربتهم هيدي السنه ما كان في وحده اناف بالنسبه لي بتحرز انكم تصرفوا مصريات عليها مثل دوان يلي انا ذكرتها، ذا نيتشرال وان يلي هي من كولور بوب. anyway بتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو، اكيد اذا حبيتوا ما تنسوا انكم تعملوا لايك للفيديو وتتركوا لي تعليقاتكم بخانه التعليقات تحت، شو هو اكثر برودكت انتم حبيتوه جربتوه بال2021، بلكي انا بجربه بصير فيفورت عندي بال2022 بحطه بالفيديو اللي بدي انزل لكم اياه السنه الماضيه السنه الماضيه السنه الجاي I'm all over the place. anyway كمان اذا حبيتوا هذا الفيديو ما تنسوا تشاركوه مع رفقاتكم وتعملوا اكيد سبسكرايب للشانل تبعي، دوروا جرس هون حكي بالسبسكرايب لما تفوتوا على الفيديو. كل شيء انا حطيته على وجه ديسكاونت كود وين بتلاقون وكثير عن هول البرودكتس وين بتلاقون مع ديسكاونت كود بتلاقوهم بدي خانة المعلومات تحت مع كل شي بيجز انا ذكرتهم مع كتير فيديوز انا عملتهم بعلمكم تصيروا احسن بالميك اب تبعكم او regarding your makeup collection، الارف بلاي ليست وكتير تفاصيل خاصة فيه مثل all of my social media platforms اللي بتكون كونوا part of my daily life. so ما تنسوا تعمل فولو هونيك سبيشال على انستغرام، في اشياء على الستوريز عم بيصير، so keep your eyes open على الستوريز تبعي. بتشكركم على وقتكم الثمين اللي قضيتوه تحضروا هيدا الفيديو السوبر طويل. عن جد بهذا الوقت كان فيكم تعملوا كتير قصص غير، بس انتم قررتوا تقضوا هذا الوقت معنا انكم بتعقدوا. اذا وصلت لاخر بارت من الفيديو بدكم تقولوا لي انكم عم تحضروا معي فيديو للاخر، بشكركم من قلبي. بليز اكتبوا لي كلمه جوسي بامب بخانه التعليقات تحت، تقلكم ثانك يو من قلبي لانكم عم تحضروا معي فيديو للاخر. اي لاف يو اول، وانا لسه سوداء، اي لاف يو اول، ولا لا انا بشوفكم بالفيديو الجاي، باي.